قصده بهالحكي اللي حكاه. أمي معقولة هلأ ما فهمتي عليه؟ أنا حاسة إنه أنتوا الاثنين متفقين على شيء. قولي لي شو في براسكم؟ ليكي بصراحة أحسن حل إنه نتجوز ونسكن عندكم. هون؟ إيه هون. ناصر إذا بيشتغل ليل نهار ما رح يقدر يجمع حق بيت، ولنفترض إنه استأجرنا ما رح يقدر يفرشه. وأنا يا أمي خايفة إنه ناصر يحمل حاله ويمشي. شو يمشي؟ شو الشغلة هيك؟ إيه هيك. هو ما أنه مثبت كتب كتابه بالمحكمة وما أنه قدران يتجوز، بكرة بمل بيفسخ الخطبة وبيحمل حاله وبيمشي. أنا بقى مين بده يتطلع فيني بعد ما انخطبت لواحد 3 سنين وهو فايت طالع لعنا على البيت؟ آه أنا هاد اللي خايفة منه. شفتي معناها أحسن حل إنه نتزوج ونسكن عندك هون وهو بيشتغل وبيصرف عليه. تسكنوا هون بس ما بيتدخل بشغلي وما بيسأل أي سؤال، عم تفهمي؟ إيه خلص هذا الموضوع أنت بتقولي له إياه وبتفهمي على كل شيء.